السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الفيديو التالي من كورسنا الأجر Security Technology أو الـ AZ500. الفيديو اللي فات استعرضنا محتويات الكورس وتعرفنا على الأكتيف دايركتري اللي احنا هنشتغل عليه وهنأمل من خلاله الـ Identity والـ Groups وما إلى ذلك، وخدنا تقريبا كومبير كده بسيط بينه وبين الأكتيف دايركتري اللي هو في الكلاسيك داتا سنتر، واتعرفنا على اليوزر بشكل كده بسيط، وهنكمل ان شاء الله النهارده. يعني لو رحنا على البرزنتيشن بتاعنا وعرفنا انه محتويات الكورس زي ما قلنا، تعرفنا على الفيتشر الخاصه بالاكتف دايركتري، وعملنا كومبير بسيط بين البروتوكولز الخاصه بالاجر اكتف دايركتري وبين الكلاسيك اكتف دايركتري. قلنا انه الرول مش هنتكلم فيها كتير دلوقتي لان احنا هنتكلم فيها تفصيليا فيما بعد، فتجاوزنا المرحله دي ولكن تعرفنا على اشهر الرولات المستخدمه واللي حضرتك هتبني عليها خطتك الامنيه ان شاء الله. هنتعرف النهارده على الاجر اكتيف دايركتري دومين سيرفيس، اللي هو باختصار شديد جدا يا شباب الاكتيف دايركتري اللي احنا كنا شغالين عليه او ستيل كتير مننا شغال عليه دلوقتي في الاومبريم. تمام، الاكتيف دايركتري بقى العادي اللي مش كلاود. هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي انه حضرتك عندك المنطقه ديت اللي هي الورك لود بتاعتك اللي حاطط فيها سيرفراتك وملفاتك وبرامجك وحاجاتك كلها، ده منطقه عملك علشان حضرتك تاخد بايدها كده وتطلع كلاود. ده هيتم وفق الستبس ديت. تعالى اتعرف عليها كده بشكل بسيط. انا عندي هنا في الجزء ده الكلاسيك داتا سنتر او الاون بريم بتاعتي. لما بقرر ان انا اروح كلاود بعمل فيرتشوال نتورك، بعمل في نت بيني انا كاون بريم وبين مايكروسوفت، تمام، او بين السبسكريبشن اللي انا واخدها من مايكروسوفت. خلاص تمام. الاكتف دايركتري دومين سيرفيس اللي موجود على الاجر اللي هو اصلا حضرتك سيرفيس بتعمل لها كونفيجريشن على السبسكريبشن عندك، اوكي، بتتربط بينها او بتربط بتبقى في لينك بينها وبين الاومبريم عندك من خلال الفيرتشوال نتورك زي ما احنا قلنا. بتتيح ليك عملية الربط ديت ان اليوزرات بيطلعوا بتفاصيلهم، يعني بالاي دي بتاعه، بالباسورد، ببياناته كلها، بالسكيما بتاعته، اوكي. العملية دي بيقول لك ان هي بتتم في الباك جراوند، بتتم كده في الخلفية من خلال ايه؟ من خلال تول اسمها الاجر اكتيف دايركتري كونكت. فبالتالي انت بتعمل عمليه ترحيل، بتعمل عمليه مايجريشن من الاومبريم عندك للاكتيف دايركتري اللي انت شغال عليه للاجر اكتيف دايركتري من خلال الاجر اكتيف دايركتري او الاجر اي دي كونكت. فكل حياتك هنا الاوثنتيكيشن، الجروب، اليوزر، الباسوردات، الاي دي، بتتنقل دايركتلي اوتوماتيكلي على الاكتيف دايركتري اللي موجود على اجر. تمام، فيما يسمى اجر اكتيف دايركتري دومين سيرفيس. حد ممكن يقول لي طب ليه انا ما اشتغلش على الاجر اكتيف دايركتري بس؟ هقول لك في بعض السيناريوهات في بعض الشركات بتقول والله انا حابه اطبق عندي الجروب بوليسي، والله في سيرفيس عندي ما زالت شغاله بالال داب او بالكيربروس او بالراديوس، تمام، واحنا سبق قلنا ان البروتوكولات دي غير مدعومه في الاجر اكتيف دايركتري. فعلشان كده مايكروسوفت قالت لك لو انت ستيل حابب تشتغل بالبروتوكولات القديمه الكلاسيك بروتوكول او الكلاسيك اوثنتيكيشن بروتوكول، شغلك يتطلب تطبيق جروب بوليسي، علشان تعمل كده لازم تروح للدومين سيرفيس.
تمام. السيناريوهات كتيره، وده مش يعني مش مجال الكورس، يعني مش المنهج بتاعه، ولكن تبقى حضرتك فاهم. يبقى اختصارا، لو انا عاوز اخد نفس الفيتشر الخاصه بالاكتيف دايركتري الاون بريم، هاخده برضو ولكن باسم اكتيف دايركتري دومين سيرفيس على اجر. خلاص تمام. مميزاته ايه بقى لما اطلع اخدها من اجر؟ قال لي ده بينتجريت، اللي هو الدومين سيرفيس بينتجريت مع الاجر اكتيف دايركتري، بيبقى في تكامل بينهم في كل شيء. تمام. طيب قال لي هنا اليوزر الكريدنشال والباسورد واليوزر والجروبز هم اللي بتطلع منهم من الاكت من الاون بريم بيروحوا على الاجر اكتيف دايركتري دومين سيرفيس بتاعه. خلاص مش محتاج تعمل كونفيجريشن تاني، ولا محتاج تعمل كرييت نيو يوزر تاني، تمام، ولا محتاج تلعب في السكيما، خلاص هي بتطلع كده. تمام، بتعمل لها مايجريشن بكل بياناتها. خلاص. قال لي هنا بيدعم الكلاسيك اوثنتيكيشن بروتوكول زي ما احنا قلنا، ال ال داب، الكيربرس، الريديوس، ال ان تي ال ام. تمام. هنا هيحقق لك الاتش اي، الهاي افيلابيلتي. تمام. لو رحنا كده للشريحه الثانيه، هيبدا يكلمنا على اليوزر. هو هنا في السابق قال لي انه عندي اجر اكتيف دايركتري، وعندي لو حضرتك شايف ان الاجر اكتيف دايركتري ده مش هيديك الفيتشر الكامله اللي انت يعني بتحقق بيها اهدافك ومتطلباتك، انا برضو عندي نفس الفيتشر اللي انت كنت شغال بيها في الاون بريم. اختصارا يعني ايه؟ هتجيني، ما فيش مفر. هنشوف بعد شويه يعني سيناريو كده، وازاي انه فعلا المميزات في الكلاود لا تقارن اصلا بالاون بريم، ولكن نركز مع بعض شويه. احنا في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا، او عفوا في الفيديو اللي فات، اتكلمنا عن اليوزر وقلنا ان هو بيجيلي من ثلاث اماكن، صح؟ اول مكان اهو، لو نركز بس كده يا شباب في الصوره ديت. قال لي هنا بيتكلم على الـ على الـ على اليوزر بقى، سواء جاي لي بقى من اكتيف دايركتري، او سواء جاي لي من اكتيف دايركتري دومين سيرفيس. خلاص، احنا قلنا ان هو بيجيني من ثلاث اماكن، مفيش رابع ليهم. اول مكان، يا اما اليوزر ده جاييني من الويندوز سيرفر اكتيف دايركتري في الاون بريم، تمام، في الاون بريم، يا اما جايني من الاجر اكتيف دايركتري اللي هو كلاود يوزر بقى، انا عامل له كرييت على الاجر، يا اما جايني من مكان تاني بقى خالص جيست، يا اما جايني من هوت ميل اهو، او جيميل، او اي مكان، اي دومين تاني غير الدومين اللي انا عامل له كونفيجريشن على الاكتيف دايركتري فوق. تمام، احنا قلنا الكلام ده صح. جميل. هنا بدا يقول لي ايه؟ حاجات بديهيه جدا، يعني ديت حاجات بديهيه جدا. قال لي ان اليوزر كلهم، اي يوزر لازم يكون عنده اكونت معروفه. تمام. الاكونتات ديت الحسابات بتستخدم في عمليه التحقق اللي هو الاوثنتيكيشن والصلاحيات الاوثرايزيشن. انت مين تقدر تعمل ايه؟ باختصار شديد جدا الكلام ده المفروض ان احنا كلنا عارفينه. تمام. هنا بدا يكلمني على مصطلح بقى ايه جديد بقى، هو طبعا مش جديد للكل، ولكن قد يكون جديد لبعض مننا. قال لي هنا انواع اليوزر بقى، اما اجر اكتيف دايركتري يوزر قلناها، يا اما اكتيف دايركتري جايه من الويندوز قلناها، يا اما جيست جاي من مكان تاني قلناها. ايه بقى ديت البي تو سي والبي تو بي؟ دي بقى علشان حضرتك او نفهمها مع بعض، علشان كلنا نفهمها مع بعض، لازم نروح كده نركز مع بعض في الخمس دقايق اللي جايين دول. ليه؟ لان الموضوع مهم جدا. انا عندي اجر اكتف دايركتري، صح؟ ايوه. ده ايه؟ قال لي ده باختصار شديد جدا ده ايدنتيتي بروفايدر، موفر هوية او مخزن للهوية،
خلاص تمام، وعندي اجر اكتف دايركتري برضو، بس حاجه اسمها بي تو بي، بيزنس تو بيزنس. ايه ده نوع تاني من الاجر اكتف دايركتري. طب ركز معايا عشان تفهم النوع التالت بس. وعندي اجر اكتف دايركتري بيزنس تو كاستمر. تمام، يبقى عندي كده اجر اكتف دايركتري عرفناه خلاص، بقى لنا دلوقتي تاني فيديو هو عمالين نشرح فيه كده بشكل نظري يعني. وعندي اجر اكتف دايركتري بي تو بي او بيزنس تو بيزنس. ايه هو البيزنس تو بيزنس؟ قال لي ده او ديت ميزه او فيتشر انكلود الاجر اكتف دايركتري، حاجه مش مستقله عنها، دي حاجه كده فيتشر ميزه بيوفرها لي الاجر اكتف دايركتري. خلاص، يبقى اول معلومه عرفناها ان دي مش اصدار منفصل عن الاجر اكتف دايركتري، دي ميزه ملحقه بالاجر اكتف دايركتري. حلو، بتعمل لي ايه دي؟ علشان حضرتك يبقى عندك الفهم الكامل بقى، احنا قلنا بيزنس تو بيزنس، نرجع كده بالذاكره لشغلنا في الامبرين. حضرتك علشان كان يبقى عندك تعاون بين شركتين، يعني في ابلكيشن كده، هنفترض مع بعض ان في ابلكيشن موجود في الداتا سنتر الخاصة بحضرتك، تمام؟ اهي تمام كده، ادي الداتا سنتر الابليكيشن ده موجود فيها. الابليكيشن ده بيتطلب تعاون من شركة تانية، او هينقسم العمل فيه بينك بين شركتك انت وبين سين من الناس او صاد من الناس اللي اوريدي عنده الداتا سنتر بتاعته برضو. تمام، خلينا نقول تو، وعنده باي ديفولت اليوزرات، وعنده الاكتف دايركتري بتاعه. خلاص، انتوا الاثنين هتتعاونوا في بناء الابليكيشن ده. خلاص، فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل اكتف دايركتري، صح كده، فيدريشن سيرفيس. ليه؟ علشان اخلي اليوزر اللي هنا يوصل للداتا سنتر ديت من خلال ده، صح؟ كنا بنعمل كده، بس الراجل ده كان رخم جدا في الكونفيجريشن بتاعته، وكانت علشان اعمل كده لازم اروح برضه هنا في الاكتف دايركتري بتاع الداتا سنتر الثانيه بتاع الشركه الثانيه اعمل نفس الحوار، صح كده؟ هو ده مفهوم البي تو بي، انه اجيب يوزر من كيان اوديه لكيان تاني عن طريق الحلو ده. هو مش حلو ولا حاجه، ده على ده كان رخم جدا على فكره. اوكي، حلو، مايكروسوفت قالت لي ولا تشيل هم حاجه نهائيا، ده انا عامله لك الفيتشر دي اصلا تحت مسمى اكتف دايركتري بي تو بي، ولا بتحتاج بقى تروح تعمل انستليشن هنا في الداتا سنتر، ولا انستليشن في الداتا سنتر، ولا كونفيجريشن هنا، ولا كونفيجريشن هنا، ولا الليله الكبيره دي على الاطلاق، دي مجرد فيتشر حضرتك بتاخدها انكلود الاجر اكتف دايركتري. خلاص، ادي البي تو بي. طب ايه البي تو سي؟ قال لي البي تو سي، البي تو سي بيزنس تو كاستمر. قال لي حضرتك عندك ابلكيشن، مش شرط ابلكيشن، ممكن يكون ويب سايت، اي سيرفيس. خلاص، الابلكيشن ده حضرتك خلصته وانتهيت منه، اي عمل على فكره، اي بزنس يعني، اي بزنس. انا اتخيل انه ويب سايت، بلاش ابلكيشن عشان
الناس تفهم. انا عندي ويب سايت بيقدم خدمات، الخدمات دي ممكن تكون مثلا بيع وشراء، اوكي، ممكن تكون اشتراك في مثلا حجوزات، اي ويب سايت، اي سيرفيس بيزنس. فالبيزنس ده موجه في الاساس لمين؟ للكاستمر. فالكاستمر بيتطلب ان هو يدخل على الويب سايت ده يعمل عملية ريجستريشن، تسجيل، فيحط اليوزر نيم بتاعه والباسورد والايميل والبيانات والادرس، ومش عارف عندك كام سنة، وانت يعني انت جيرانك اسمهم ايه، والشارع اللي انت ساكن فيه، قصة طويلة، صح؟ ف اوريدي اليوزر ده، الكاستمر ده، هو اوريدي باي ديفولت ممكن يكون جاي لك معاه بيانات مسجل فيها، او مسجل ببياناته ديت في مكان تاني. هنتخيل مثلا انه قاعد دلوقتي تبعك من التليفون بتاعه، وشاف اعلان على الفيسبوك للبيزنس بتاعك، فحب الموضوع، فحب يجي لك يعمل ايه؟ ريجستريشن. فحضرتك بدل ما تقول له بقى دخل لي اليوزر نيم والباسورد والايميل والعمر والمدينه، تقول له ولا يهمك خالص، خش بنفس البيانات اللي انت جاي منها من الفيسبوك. طب جالك من جوجل، من جيميل، ادخل بيها. طب جالك من مايكروسوفت، هي مش دي علامتها باين؟ اه، ادخل بيها. اوكي، اعتقد المثال ده مفهوم جدا، لانه بقى منتشر بطريقة كبيرة جدا، وكلنا تقريبا بنستخدمه. خلاص، ده مفهوم البيزنس تو كاستمر. عندي بيزنس موجه لعملاء، فبدل ما يوجع دماغه كده ويعمل ريجستريشن ببيانات جديدة، لا، تعالى من اي مكان بروفايدر. الفيسبوك هنا بقى هيبقى ايه؟ هيبقى هو الايدنتيتي بروفايدر، وجوجل هيبقى هو الايدنتيتي بروفايدر، ومايكروسوفت هيبقى، اوكي، تمام. بس قال لي خلي بالك بقى، خلي بالك ان البي تو سي هي بقى فعليا مش فيتشر في الاجر اكتيف دايركتوري، لا، دي حاجه منفصله عنها. ليه؟ لان هي بتتطلب اعدادات، وبتتطلب الاي بي، يعني انت لو عاوز تفعل الخدمه دي عندك في الويب سايت فيما يتعلق بالفيسبوك، اللي جاي لك من الفيسبوك يقدر يريجستريشن او يقدر يدخل على البيزنس بتاعك، بتروح للفيسبوك وتقول له لو سمحت اديني اي بي اي اربط بيه البيزنس عندي، فيروح مديك الاي بي اي. بتروح لجوجل تقول له لو سمحت اديني اي بي اي اربط بيه البيزنس عندي، يروح مديك الاي بي اي. بتروح للينكد ان، بتروح لمايكروسوفت، بتروح لوات ايفر، اديني اي بي اي، يديك الاي بي اي اللي هي الكونفيجريشن والكود. الجماعه البروفايدر عارفين الكلام ده كويس جدا، لان هو ده شغلهم. فبالتالي ديت منفصله بقى، هي مش انكلود بالاجر اكتيف دايركتري كده، ما بتاخدهاش فيتشر جاهزه زي البي تو بي، لا، ده انت بتعمل لها كونفيجريشن، بيتطلب الامر ان حاجات مفصوله حضرتك تدخل تعملها بايدك، مش انت يعني كسكيورتي انجينير، لا، يعني الناس اللي ده مجال عملها وده شغلها. يبقى تلخيصا للموضوع بقى، احنا عملنا ايه النهارده، او خدنا ايه النهارده؟ خدنا الدومين سيرفيس، وقلنا ده هو نفس الاجر، عفوا، هو نفس الاكتيف دايركتري اللي انا شغال فيه، الكلاسيك داتا سنتر او الاون بريم عندي، نفس الفيتشر بس اخدها كلاود، تمام. فرقنا بينه وبين الاجر اكتيف دايركتري العادي، ان هو الاجر اكتيف دايركتري العادي ما بيقبلش غير البروتوكولات المودرن، السمل، الاو اوث، والحاجات دي كلها، لكن هو شغال ستيل في ال داب والكيربروس والريديوس والحاجات اللي احنا عارفينها او سامعينها كتير يعني. وخدنا بعد كده اليوزر، وقال لي انه في ثلاث انواع رئيسيه من اليوزر، يا اما اجر اكتيف دايركتري يوزر، يا اما ويندوز اكتيف دايركتري يوزر، يا اما الجيست اللي انا يعني بأتيح لي او ببعت له الدعوه يدخل على الاجر اكتيف دايركتري بتاعي من خلال لينك. من خلال ايه يا شباب؟ من خلال لينك. لا بضطر ان انا اعمل ده ولا ده ولا كونفيجريشن ولا، وبعد كده بتعمل كونفيجريشن كنت لازم تدخل تعمل حاجه اسمها تراست ريليشن شيب،
قصه كبيره علشان احقق مفهوم البي تو بي في الاون بريم عندي، قصه كبيره فعليا اللي اشتغلها بايده عارف كده. هنا اجر اكتف دايركتري يوفرها لي كفيتشر بالظبط في اقل من دقيقه، انا بقدر اخلي اي يوزر من اي كيان يدخل عندي، بل ويبقى ممبر عندي في الاكتف دايركتري، بل وبقدر اطبق عليه اي بوليسي انا عارفها. بل ده انا عايز اقول لك ان انت لو اشتغلت على الاجر اكتف دايركتري من النوع بي 2 او الرخصه اللايسنس بتاعته بيزنس 2، هتلاقي حاجه اسمها انتايتل انتايتل جوفرنس او انتايتل مانجمنت عفوا، هتلاقي حاجه فيتشر كده اسمها انتايتل مانجمنت. انتايتل مانجمنت دي يا شباب بتعمل جوفرنس للاي دي، بتعمل حوكمه للهويه بس. يعني هي كده مايكروسوفت منزلاها علشان تطبق قوانين واجراءات وسياسات فقط على الراجل اللي جاي لي من بره. يعني مثلا ان انت والله الراجل ده انت عايز يجي لك لمده 5 ايام مثلا، طب بعد ال5 ايام ما يخلصوا ديليت دايركتلي اوتوماتيك، خلاص بتقفل عليه السيشن. اوكي، طب مثال تاني، والله انت جايني، طب قبل ما تجيني على فكره انا عندي بوليسي بتقول 1 2 3 4، فهو لازم يقول لك اوكي ابروف الاول قبل ما يدخل، انا ابروفد دخلني. اوكي، كل ده يا شباب كان من المستحيل، يعني يكاد يصل لدرجه المستحيل ان احنا كنا نعمله في الاون بريم عندنا. وعلشان كنا نعمل كده كنا بين يعني تيم فاهم وعمليه كونفيجريشن وعمليه يعني تعب، علشان في النهايه احصل على فيتشر هي بقت ميزه باخدها في اقل من دقيقه زي ما احنا قلنا. تمام، اتمنى يكون موضوع النهارده اضاف لحضرتك معلومات جديده وهيئك للفيديو القادم ان شاء الله، واللي هنتكلم فيه على الاكتف دايركتري او الاجر اكتف دايركتري جروب، وهنكتشف ان عندنا نوعين من الجروبس، وان شاء الله هنستكمل الدروس النظريه علشان لما ندخل نشتغل بايدينا نبقى داخلين فاهمين كويس جدا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.